بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل، وأنت يا مولانا تجعل الحزن الصعب إذا ما شئت سهلا. اللهم يسر لنا كل أمر عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل منها فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. كما نسألك يا رب العالمين أن تنصر المسلمين، أن تعلي شأن هذا الدين، وأن ترد كيد الأعداء في نحورهم بقوتك يا قوي يا متين. اللهم شدد شمل الأعداء وعمهم بكل داء، واجعل الدائرة عليهم يا رب الأرض والسماء، إنك يا مولانا نعم المولى وأنت نعم النصير. ونسألك يا رب العالمين أن تلحقنا بالذين سبقونا إليك على الإيمان، أن تجمعنا بهم في أعلى فراديس الجنان بلا سابقة عذاب ولا هوان يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فقد كنا بعون الله وفضله نتحدث في المواضع التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا، وهذا بعد أن انتهى من حذف الخبر جوازا ووجوبا. ورأينا في حذف الخبر وجوبا أنه يحذف بعد لولا، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وهذا أسلوب من الأسلوب التي ينظر إليها النحوي من ناحية والبلاغي من ناحية، لأنك حينما تقول لولا محمد لفعلت بك كذا، إذن أنت نفيت الجواب لوجود الشرط. إذن هنا أمران، أمر موجود وأمر منفي، وهذا المنفي ما نفي إلا لوجود الشرط. ولذلك ترى أن الجملة الواحدة أدت لنا معنيين كريمين، المعنى الأول موجود، المعنى الثاني نفي لوجود المعنى الأول. ولذلك يقال إن لولا حرف امتناع لوجود، يعني امتناع الجواب لوجود الايه؟ الشرط. ولذلك نرى هذا الأسلوب يغلب على بعض الناس ويظنون أنه أسلوب من الأساليب العادية، فيأخذون المعنى على صفحة. فإذا قرأوا قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ربما اختلط عليهم الأمر فقالوا ولقد همت به وهم بها، ويقفون عند قوله وهم به، مع أن الكلام لم يتم، كأنه قال فويل للمصلين. إذن الناس تغلق المساجد لأن الويل لمن صلى، معنى غير متفق. إذن نحن علينا أن نكمل المبنى حتى يتم المعنى، ولذلك إكمال المبنى أن تقول ولقد همت به، انتهى المعنى فعلا حقا فعلا، وأقسم الله على هذا، وقد للتحقيق وهم فعل ماضي
وقد مع الفعل الماضي تفيد التحقيق، قد أفلح المؤمنون. لكن حينما يقول وهم بها ثم يأتي بالشر لولا أن رأى برهان ربه، إذا لو أنك جعلت الكلام بصورة بداية لولا تقول لولا أن رأى برهان ربه لهم به، إذا هو قدم ما يدل على الجواب، قدم إيه؟ دليل الجواب. إذا تقديم الدليل هذا فيه سر بلاء، ولكن هذا الدليل يعطيك أن المعنى ليس في البداية وإنما المعنى يأتي في النهاية، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، إذا امتنع الإيه؟ الهم. إذا الهم ليس موجودا، إنما الهم إيه؟ ممنوع. ممنوع بماذا؟ بوجود البرهان، لولا أن رأى برهان ربه. إذا امتنع همه لوجود إيه؟ لوجود البرهان. لذلك شيخنا الشعراوي أكرمه الله في مثواه رحمه الله رحمة واسعة قال لو أن الناس فهموا أسلوب القرآن لرأوا أن سيدنا يوسف عليه السلام ما حدث منه الهم أبدا. لماذا؟ لأنه نبي. هل النبي يطرأ على قلبه السوء؟ هل النبي يأتي على ذهنه الفحشاء؟ هذا لنا وهذا للذين لم يتنبؤوا ولم يرسلوا، أما المرسلون والأنبياء فإن الله عصمهم، عصمهم في كلامهم وعصمهم في أذهانهم وعصمهم في قلوبهم، فلا يحدث السوء أبدا لا على قلوبهم ولا على ألسنتهم. لذلك الذي مدح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطر السوء على قلبه ولا الفحشاء، هذا لرسول الله والأنبياء كذلك. ولذلك أنت حينما تجد لولا تقف وتقول نعم، هنا أمران، أمر موجود منع أمر آخر، إذا امتنع الأمر الآخر لوجود الأمر الإيه؟ الأول. والأمر الأول دائما يكون بكلمة واحدة وهي مبتدأ، والمبتدأ هنا لا يحتاج إلى خبر. لماذا؟ لأن وجوده يدل على الخبر. لولا أن رأى برهان ربه، لولا رؤيته برهان ربه ثابتة وموجودة لهم به، لكن امتنع الهم لوجود الإيه؟ البرهان. لولا محمد لأهنت علي، إذا امتنعت إهانة من؟ علي لوجود من؟ محمد. إذا محمد هنا يقع مبتدأ وخبره فيه، لأن خبره الوجود، يعني وجود محمد، ولذلك هنا الخبر محذوف لأن المبتدأ يدل عليه. ونحن قلنا إن المحذوف دائما لابد أن يكون له دليل يدل عليه، يعني لا يحذف شيء إلا بدليل. وهناك في البلاغة أيضا شيء آخر، يحذف الشيء بدليله وبسر من الأسرار يدعو إلى الحذف، يعني لابد أن يكون هناك مع الدليل شيء آخر وهو إيه؟ سر الحذف. ما سر الحذف؟ نقول الإيجاز مثلا، لأن بلاغة الأسلوب العربي تملي عليك بأنه إذا وجد سر من الأسرار كالإيجاز إذا يجب عليك أن تحذف، لأن ذكر المعلوم عبث، ذكر المعلوم إيه؟ عبث. يعني كيف تذكر شيئا علم للطلاب؟ لا، أذكر لهم ما لا يعلمون وعلمهم ما لا يكون لهم به علم، أما إذا علمتهم ما يعلمون إذن أنت ما أضفت شيئا. ولذلك كانوا يقولون لنا دائما ونحن طلاب القسم الثانوي، يقولون إذا كان المدرس نسخة من الكتاب إذن هو لم يدرك شيء، الطلاب 40 وهو 1 وهو 40، إذن هو مع الطلاب كواحد منهم لأنه ما زاد شيء.
لكن مهمة الأستاذ أن يزيد على الكتاب شيئا، حتى ولو بإيضاح الكتاب، بإضاءة الكتاب، إذا كان عنده من علم فعليه بالزيادة، وعليه بالتفصيل، وعليه بالشرح، وعليه بالتحشيح. لذلك يقولون من العبث أن تأتي بالكلام المعلوم. فأنت إذا قلت لولا محمد لأهنت عليه، إذن أنت تريد لولا محمد معي موجود، إذن وجود محمد هو الذي منع من إهانتي عليه، إذن الخبر لو ذكر لكان شيئا زائدا وهو معلوم من الأصل. ونحن قلنا إن ذكر المعلوم عبث في الكلام، ولهذا بني القرآن على الإيجاز، إيجاز القصر، يعني يعطيك اللفظ القليل وتحت اللفظ القليل المعنى الكثير الذي يمتد إلى يوم القيامة. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. هل الكلمات يعني بحروفها التي في القرآن أم معاني الكلمات؟ المعاني، لأن المعاني تمتد، ويظل القرآن معطاء إلى يوم القيامة. وكل ما قاله المفسرون وما فتح الله به على السابقين إنما هو من فضل الله عليهم، وهو قطرة من بحار القرآن، ويبقى القرآن مددا إلى يوم القيامة. هذا ما أردت أن أقوله فيما سبق. ونحن كنا قد ذكرنا أن حذف المبتدأ يكون وجوبا، وهذا في أربعة مواضع، وجئنا بالموضع الأول، النعت المقطوع للرفع. النعت معناه الوصف، نعت فلان يعني إيه؟ وصف. ولذلك النعت من التوابع التي عدها العلماء أربعة، يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، وبعضهم عد التوابع خمسة، لأنه جعل العطف نوعين، إما أن يكون عطف بيان وهذا فرع، وإما أن يكون عطف نسق وهذا فرع. ومعنى التابع أنه متصل بما قبله اتصالا وثيقا، يعني التابع مع المتبوع في جملة واحدة، يعني لا ينفصل التابع ويقال إنه على جملة مختلفة، وإنما التابع يكون تابعا لما قبله، والتابع والمتبوع في جملة واحدة. جاء محمد الكريم، هل تجعل الكريم على أنها كلام برأسه؟ لا، هذه صفة لموصوف، والصفة للموصوف كالشيء الواحد، يعني الصفة مع الموصوف كالشيء الواحد. لكن أحيانا نرى أن النعت قد يقطع، ومعنى أنه يقطع أنني جعلت النعت جملة برأسها، يعني بعد أن كان النعت مع المنعوت في جملة واحدة صار النعت جملة. وكيف يقطع؟ قالوا يقطع إما إلى الرفع وإما إلى النصب. يعني أنت حينما تقول رأيت محمدا، إذا أردت النعت الموصول تقول الكريم، رأيت محمدا إيه؟ الكريم. لكن لو أردت القطع عليك أن تقول رأيت محمدا الكريم، وتكون الكريم خبرا بإيه؟ لمبتدأ محذوف تقديره هو. على هذا لا يكون النعت موصولا، إنما يسمى بالنعت الإيه؟ المقطوع، لأنني قطعته على الاتصال بالمنعوت في إعرابه، وصار هذا النعت على إعراب آخر، فصار مرفوعا على أنه خبر لمبتدأ محذوف.
والتقدير هو الكلم. مررت بزيد بمحمد، ثم تقول الكريم بالنصب، نصبت على ماذا؟ لابد للمنصوب من نصب، نصبته على انه مفعول لايه؟ لفعل محذوف، تقديره اعني الكريم او امدح الكريم. ولذلك هذا المدح له مواقع من اجمل المواقع في كلام العرب. انت حينما تريد المدح فاحذف الفعل وانصب المفعول واجعل المفعول وحده حتى يقف السامع وقفه ليتدبر ويتامل. لكن الراسخون في العلم منهم، الراسخون مبتدأ، لان لكن هنا جاءت بالسكون، ولكن اذا سكنت منها النون كانت حرف عطف لا تنصب، انما حرف ايه؟ عطف. قد تكون ابتدائيه تفيد الاستدراك. بعد ذلك يبدا الكلام بمبتدأ، لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون، المؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ثم يقول ها والمقيمين. سبحان الله، لو أنه عطف على المعطوف لقال إيه؟ والمقيمون. لكن حينما قال والمقيمين إذن أوقف الأسباب، لأن ها هنا سر من الأسرار أراده الله عز وجل. أنت حينما تقف عند المقيمين الصلاة وهي منصوبة، ليست مجرورة لأنه ليس هناك من سبب للجر، لأن الجر يكون إما بالحرف، حرف الجر، أو بالإضافة، أو بالتبعية، لكن هنا مجرور، هنا منصوب. بأي شيء منصوب؟ علماء النحو قالوا هناك شيء يسمى كسر الإعراب، يعني أنا كسرت الإعراب السابق لمعنى أراده صاحب الكلام. طيب كسر الإعراب هذا لماذا؟ قالوا لأن الله أراد أن يلفت النظر إلى أصحاب هذا المعنى، إلى المقيمين الصلاة، وكأنه قال لكن الراسخون في العلم منه والمؤمنون، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة، يعني وأمدح المقيمين الصلاة. يعني إذا كان عالما وكان مؤمنا وأقام الصلاة هنا أنا أمدحه، والمادح هو رب العالمين. ولذلك هذا منصوب على إيه؟ على المفعولية لفعل محذوف تقديره إيه؟ أمدح. إذا هذا كسر للإعراب يفيد المدح، يفيد ايه؟ المدح. ولذلك علماء البلاغة توقفوا وقالوا ان هذه الوقفات انما يراد منها الانتباه الى معنى مهم اراده المتكلم، لان اقامة الصلاة هي المظهر الوحيد الذي يعرف به المؤمن من غيره، ويعرف به المؤمن المتقي الموصول بالله رب العالمين من الذي انقطع عن الله رب العالمين، لأن هناك من آمن ولكنه لا يصلي. ولذلك مدح الله المؤمنين الذين يقيمون الصلاة، قد أفلح المؤمنون بعدها إيه؟ الذين هم في إيه؟ في صلاتهم. لم يقل الذين هم في زكاتهم، إنما قال الذين هم في صلاتهم. لذلك أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام، ومن هدمها فقد هدم. لكل هذه المعاني لفت الله النظر في قوله والمقيمين الصلاة، يعني وأمدح المقيمين الصلاة. إذن القطع هذا أو كسر الإعراب هذا كما يقوله بعض النحاة إنما هو لفائدة. حينما تقول مررت بزيد
المسكينة. إذا أردت أعني المسكين من باب الترحم. ولذلك عندنا في النعت المقطوع يقطع النعت إما للرفع على أنه خبر لمبتدأ إيه؟ محذوف، أو يقطع بالنصب على أنه مفعول لفعل إيه؟ محذوف، ولكن له معان يؤديها، يعني إما المدح وإما الذم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من الشيطان، هذا مجرور، الرجيم على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هو الرجيم. وإما أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منصوب على أنه مفعول لفعل محذوف، تقديره أزب الرجيم. واضح؟ ولذلك هذا سيأتي إن شاء الله في النعت المقطوع في مواضع يحددها أهل العلم، ولكنها بحسب ما استطاعوا أن يحصلوه. وأما المعاني فإنها تنسال وتسيب من واقع الحياة، ولذلك هذه المعاني لا ينتهي مددها، وما جمعه العلماء إنما هو ما وقع تحت بصرهم وما كان منه. هذا ما قاله المصنف في أول ما قال في النعت المقطوع في مدح نحو مررت بزيد الكريم، أو ذم، وزيد هذا والله يعني نسأل الله أن يرحمه، لأنه مرة يرفع مرة تخفض مرة يكرم مرة يذم، ولذلك قال أو بذم نحو مررت بزيد الخبيث. هو زيد يعني أكل مرة وزم مرة أخرى. ترحم مررت بزيد المسكين، يعني هذا رجل أنا أترحم يعني به وأترفق به، لماذا؟ لأنه مسكين. هذا هو الموضع الأول. شيخ اقرأ كده معنا الموضع الثاني. الموضع الثاني أن يكون الخبر مخصوصا نعمة أو بئس، نحو نعم الرجل، نحو نعم الرجل زيد، وبئس الرجل عمرو، فزيد وعمرو خبران لمبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير هو زيد أي أي الممدوح زيد، وهو عمرو أي الممدوح عمرو. يعني في أسلوب نعمة وبئس كلام، وسيأتي إن شاء الله فصل في كلام شيخنا ابن مالك رحمه الله وما جاء في الشروح على هذا الباب. نعمة وبئس فعلان لإفادة المدح والذم، وهذان الفعلان لا يتصرفان، يعني لا يأتي منهما مضارع ولا أمر ولا بأي فرع من فروع الاشتقاق. لماذا؟ لأن الفعل أصله الناعمة، نعم فلان يعني صار في نعمة، يعني حينما يكون إنسانا في بداية حياته بائسا، وهذا ما رأيناه في أول حياتنا أيام الطلب، كانت الأيام شديدة ودائما شدة الحياة مع الطالب تنفعه، لأنه لما نعم ضاع، هذا موجود في حياتنا الآن. طلاب المسلمين الآن لما صارت إليهم النعمة ونعموا في حياتهم ناموا واستراحوا، وعلموا أن الأمر سهل، وأن الشهادات أصبحت يعني لا شيء، وأما العلم فقد لا، العلم كان وانتهى أمره. ولذلك كانت شدة الحياة علينا في أول الحياة نعمة من الله علينا، لأنه مع الشدة اتجهنا للعلم. فإذا ما تغير الحال من الشدة والبؤس إلى النعمة
يقال نعم فلان، يعني تغيرت حياته من شدة إلى إيه؟ إلى نعم. إذا نعم بمعنى تنعم، وصار في نعمة، صارت الحياة أمامه سهلة. هذا هو الفعل الثلاثي الأصل نعم، لكن أرادوا به المدح. العرب كانت تغير المبنى لتغيير المعنى، وهي قاعدة إذا تغير المبنى تغير الإيه؟ المعنى. فحينما أرادوا المدح لم يقولوا النعمة وإنما قالوا النعمة. إذا ما الذي تغير في الفعل بعد أن كان النعيمة أصبح إيه؟ نعمة، يعني نقلت حركة العين إلى الحرف الأول فسكنت العين فصارت الكلمة إيه؟ نعمة. واستعملها العرب في إنشاء المدح، يعني إذا أردت أن تمدح فلان ودائما يكون المدح بأمر معنوي، بأمر إيه؟ هو ناعم في الأصل كان بأمر حسي، لكن لما صار من أهل المعاني الطيبة مدحناه فنقول نعم الرجل محمد. إذا المدح هنا ليس بأمر حسي بأمر إيه؟ معنوي. إذا نعم الرجل يعني أنت تمدحه لوفائه، لاجتهاده، لعلمه، لفضله، لجوده. إذا هذه المعاني ما جاءت إلا مع الفعل الذي تغير من النعمة الحسية إلى النعمة المعنوية. ففي النعمة الحسية يقال نعم فلان، يعني صار في نعمة، لكن إذا كان قد وصل إلى درجة في المعاني العالية، في المعاني التي تسمو به، يقال فيه نعمة، يعني أمدحه بصفاته التي هو عليها. إذن فرق العرب بين أمرين، بين أن ينعم الإنسان بالنعم الحسية وبين أن ينعم الإنسان بالنعم المعنوية. فإذا نعم بالنعم الحسية يقال نعم فلان، يعني صار في نعمة. أما إذا صار في الأمور المعنوية وصار يمدح بهذه الأمور المعنوية فيقال نعمة، لما يقال إيه؟ نعمة لإنشاء إيه؟ المدح. إذا النعمة لإنشاء إيه؟ المدح. طيب في الذم كذلك يقال بائس فلان، بائس، وبائس بمعنى أنه في بؤس، يعني في خشونة من العيش، في فقر، مدقع. إذا بائس تكون أيضا للأمور الحسية، لكن إذا صارت الأمور عنده أمورا معنوية يذم بها، يعني صار كذابا، صار منافقا، صارت فيه المعاني الذميمة في طبعه، لا يقال بئس وإنما يقال إيه؟ بئس. إذن بئس لإنشاء الإيه؟ الذم. كما أن نعمة لإنشاء المدح، والمدح والذم يكونون في المعاني، المدح والذم في إيه؟ في المعاني. فإذا كانت المعاني عالية يقال نعمة فلان، وإذا كانت المعاني سافلة يقال إيه؟ بئس. لذلك يقول أهل البلاغة إن المعنى يؤخذ أولا من الأمر الحسي. إذن الأمر الحسي هو الذي يعطيك المعنى، ثم بعد ذلك يثبت المعنى في النفس شيئا فشيئا فيستغنى عن الحس ويصير المعنى في النفس طبعا فيه. ألمح هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى الجنة،
وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. إذا صديق صار المعنى الذي أخذ من الأمر الحسي، يعني هو كان يصدق في قولي هذا ويصدق في قولي هذا، إذا الصدق هنا مطبق في الأمور الحسية. لكن لما زاد صدقه وتوالت الأمور التي صدق فيها، إذا صار الصدق له سجية، إذا صار عند الله صديقا، كما رأينا هذا في سيدنا أبي بكر الصديق، لأنه ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر أبدا. طيب عرفنا هذا، لكن علماء النحو لهم الضبط الشكل. نعم الرجل، قالوا هنا أمران، هنا فاعل لنعم، ونحتاج إلى مخصوص بالمدح أو مخصوص بالذم. إذن أمران فاعل بالفعل ومخصوص بالمدح أو بالذم. فحينما تقول نعم الرجل محمد، أين الفاعل؟ الرجل. فأنت مدحت الرجل على سبيل العموم، ثم بعد ذلك انتقلت إلى المخصوص بالمدح وهو من؟ محمد. إذن أنت من أجل محمد مدحت الرجال كلهم، من أجل المخصوص بالمدح ماذا فعلت؟ مدحت الرجال كلهم، ثم بعد أن مدحت الرجال دخلت على المخصوص بالمدح فقلت نعم الرجل. إذن مدحت الرجال كلهم في كلمة الرجل، ثم خصصت هذا المدح بمن؟ بمحمد. عد الإعراب، وقف العلماء قالوا نعم. طيب نعم الرجل، الرجل فاعل. طيب محمد هذا الذي جاء مخصوصا بالمدح يعرض على أي اتجاه؟ قال والله لنا فيه اتجاهات. هنا في الكتاب أتى بوجه واحد، وهو أنه مبتدأ والخبر إيه؟ محذوف. يعني نعم محمد، نعم الرجل محمد، أي محمد الممدوح. محمد إيه؟ الممدوح. يعني محمد مبتدأ والخبر محذوف، تقديره ايه؟ الممدوح. وهذا الحذف ايضا واجب. واجب لماذا؟ لان الجمله كلها في المدح، وطالما انت اردت المدح وخصصت محمدا بانه الممدوح، فانت حينما تقول جاء نعم الرجل محمد، اي محمد الممدوح، محمد ايه؟ اذا حذف الخبر هنا حذف ايه؟ واجب. هناك اتجاه ثان، قالوا يعني لو انك حذفت المبتدا وقل نعم الرجل الممدوح محمد، اذا محمد هو خبر لمبتدا محذوف، والتقدير ايه؟ ها؟ الممدوح محمد أو هو محمد. إذن يجوز لك في المخصوص بالمدح أن تجعله مبتدأ والخبر إيه؟ محذوف، أو تجعله خبرا لمبتدأ محذوف تقديره إيه؟ هو محمد. هو أي الممدوح الذي نقصده بالمدح يسمى محمد. فضح. إذن يجوز في المخصوص بالمدح أن يكون إيه؟ مبتدأ لخبر محذوف أو خبر لمبتدأ إيه؟ وبعضهم قال يعني أتعبتم أنفسكم في الحذف، يا أخي محمد مبتدأ، هذا المخصوص بالمدح مبتدأ وما قبله خبر، وما قبله إيه؟ إذن جملة المدح هي الخبر المقدم. إذا نعم الرجل فعل وفاعل في محل رفع خبر مقدم، ومحمد مبتدأ إيه؟ وينتهي. ولذلك المخصوص بالمدح فيه إعرابات، كم إعرابا؟ ثلاثة. الإعراب الأول أن تجعل المخصوص بالمدح مبتدأ
الخبر ايه؟ معلوم. او بالعكس تجعله خبرا لايه؟ لمبتدا محذوف، او يكون مبتدا والخبر ايه؟ الجمله المقدمه. واضح؟ على هذا لو سمعت نعم الرجل محمد او نعم العبد، القران جاء بها وحذف المحذوف بالمدح، وهذه صوره دخل. لماذا يحذف؟ لانه معلوم من سابق الكلام. نعم العبد يعني من؟ ايوب. ولذلك يحذف ما يعلم، حذفه لانه معلوم. وحينما يوجد ونريد اعراضه نقول انه مبتدا والخبر محذوف، او خبر والمبتدا ايه؟ محذوف، او انه مبتدا والخبر ايه؟ ما تقدم من جمله نعم او جمله بئس. هذا هو كل ما في نعمة وبئس من الكلام. عرفتم الأصل والفرع؟ طيب لماذا جعلوا هذا الفعل فعلا لا يتصرف؟ قالوا لأنه جاء لأداء معنى. جاء لإيه؟ لأداء معنى، وهو المدح في نعم أو الذم في إيه؟ في بئس. فلو انك صرفته لضيعت المعنى، ولذلك بقي على حاله واحده ويسمى فعلا جامدا. فعل ايه؟ ولذلك الفعل الجامد يعامل معامله الاسم، معامله ايه؟ الاسم. كانك قلت حينما ذكرت نعم الرجل محمد، كانك قلت الممدوح من الرجال محمد. إذن الفعل الجامد في منزلة الاسم تماما، في منزلة إيه؟ ولذلك يفيد الثبوت. يفيد إيه؟ يعني أنت حينما تقول نعم الرجل محمد، هل هذا المدح يتركه؟ هل هذه الصفة وهي الصفة التي مدح بها تنتقل عنه؟ لا. أما النعت العادي فإنه ربما ينتقل، ربما ايه. طيب هذا ما قرأناه وتعقدناه بالكلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. هات الموضع الثالث. الموضع الثالث ما حكى الفارسي من كلامهم في ذمتي لا في ذمتي لأفعلن. اولا يعني من كلامهم، يعني من كلام من؟ العرب. يعني من كلامهم، أي من كلام الإيه؟ العرب. ما حكى الفارسي، إذا أخذ هذا الأسلوب عنهم، حكاه، أي أخذه عن العرب. ما حكاه من كلامهم، وكلامهم هو الأصل في تقعيد اللغة. يعني نحن لا نقعد من عند أنفسنا بأمثلة من عندنا، إنما نقعد من كلام العرب. العرب يقول: ولست ابن نحوي يلوك لسانه يعجل، ولكن سليقي أقول فأعربه. يعني إذا قلت كان كلامي معربا، يعني صحيحا. خذوا عني لغتي، العربي يقول هكذا، كما قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. العربي يقول: خذوا عني لغتي. فهذه لغة أنا تعلمتها من الله، وطالما أنا تعلمتها منه سبحانه من غير حول مني ولا طول، فعليكم ان تاخذوا اللغه مني. انا لا اعرف مبتدا ولا اعرف خبرا ولا فاعلا ولا مفعولا، وانما انطق بسليقتي. وطالما انا كذلك فخذوا القواعد التي تريدون من لغتي انا. ولذلك حكى الفارسي، يعني اخذ منهم حكايه عنه من كلامهم، يعني كلام من؟ كلام العرب. لذلك الامام الشافعي رضوان الله عليه، هنا طبعا الإمام الشافعي كان في القرن الثاني، ونحن نعلم بأن اللغة توقفت عند سنة 170 في الحواضر، وفي سنة 200 في البواد. الإمام الشافعي توفي سنة 40 بعد 200، ويؤخذ قوله حجة. لماذا؟ لأنه عاشر العرب وشافه العرب، وكان يعيش مع قبيلة عربية
عيشتهم. الأصمعي من الرواة قال: راجعت شعر هذيل على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس الشافعي. شعر هذيل كله، الشعر كله كان يحفظه، ولهذا جعل الإمام الشافعي حجة في اللغة أنه سمع. سيبويه رحمه الله لم يأخذ اللغة من قومه، فقومه أعاجم، وإنما هو ولد أعجميا وجاء كما جئتم أنتم إلى ميدان اللغة، ميدان اللغة في صحراء العرب، وعاش معهم وعاشرهم وآكلهم وشرب معهم وكتب عنهم، ولذلك نقل عنهم، حتى لو جاء شيء شاذ نقله. يعني في هذا الكتاب سترون كلاما منقولا عن العرب بقلم سيبويه. يقول سيبويه: سمعت من العرب من يقول قال فلانة، لم يقل قالت، ولذلك جعلوا هذا الأسلوب من باب الشاذ الذي يحفظ ولا يقاسه. إذا حينما يقول من كلامهم يعني هذا الكلام حجة لأنه جاء من العرب، كلام العرب حجة في تقعيد الكلام. تفضل يا سيدي. في ذمتي لأفعل. ففي ذمتي خبر لمبتدأ محذوف واجب الحذف. نعم. والتقدير في ذمتي يمين، وكذلك ما أشبهه وهو ما كان الخبر فيه صريحا في القسم. يعني إذا كان المبتدأ صريحا في القسم حذف خبره وجوبا، وإذا كان الخبر صريحا في القسم حذف إيه؟ مبتدأه وجوبا. يعني إذا القسم الصريح إن وقع مبتدأ إذا خبره إيه؟ محذوف وجوبا. واضح؟ لعمرك، إذا لعمرك إيه؟ قسم. إذا جاء المبتدأ صريحا في القسم. طب لو جاء الخبر صريحا في القسم، في ذمتي، إذا في ذمتي هذا قسم منه، إذا في ذمتي جر ومجرور، هل تصلح أن تكون مبتدأ؟ لا، جر والمجرور يكون إيه؟ خبرا. إذا هو خبر والمبتدأ إيه؟ محذوف، لأن القسم طالما وجد في داخل اللفظ، إذا اللفظ إن كان مبتدأ فخبره محذوف، تقديره قسمي، لعمرك قسم. إذا كان اللفظ الذي معنا لا يصلح أن يكون مبتدأ وصح أن يكون خبرا، إذا هو خبر لمبتدأ محذوف. في ذمتي وهذا قسم، إذا في ذمتي قسم. أين جواب القسم؟ ها؟ لا أفعل. ولذلك اللام هنا واقعة في جواب الإيه؟ في جواب القسم. ولذلك لو أن إنسانا أقسم ولم يأتي بجواب القسم، هل سيكون الكلام مفهوما؟ يقول والله ويسكت، هل تم المعنى؟ لم يتم. إذن لابد أن يقول والله لأفعلن كذا، والله ليكونن كذا. إذن لو جاء القسم بلا جواب إذن لم يتم المعنى، وعلى هذا لا يكون للقسم حكم، يعني لا يحكم على القسم إلا بعد التمام. لذلك بعض الناس حينما يرى إنسان يحلف عليه والله ويقول لا تكمل، لأنه لو أكمل لكان حكما، لكنه إلى الآن طالما لم يأتي الجواب لا يكون الكلام إيه؟ معنى. وأحيانا يكون جواب القسم مبهما، ذلك صح عن بعض المتفكهين، قال إن أحد الناس دخل المسجد فصلى كان حذاؤه من ورائه فسرق، فأراد أن يختبر ما في نفوس الناس، فقال والله لأفعلن ما فعل أبي في الأسبوع الماضي. يعني نسقط، يعني هذا كلام انتهى المعنى فيه، لكن حكاية لأفعلن ما فعل أبي في الأسبوع الماضي كلام فيه إبهام.
مرجعكم. ماذا؟ الذي صرف الحجاب حينما سمع ما فعل أبي في الأسبوع الماضي ارتد. من أبوه؟ لم يعرف أحد. ماذا فعل أبوه؟ لم يعرف أحد. يعني حذاء سيأتي لنا ببلاء؟ لا، جاء بالحذاء ووضعه في مكان، ثم قال يا أخي ابحث عن حذاء بحثا طيبا. قال أنا بحثت وما وجدت، لا تعال معي وأنا أبحث معك. فصار يمينه يا أخي الحذاء موجود، فأخذ الحذاء وأسار إلى الباب فمشى بجانبه. السارق قال يعني أنت كنت تقول لأفعلن ما فعل أبي في الأسبوع الماضي. ماذا فعل أبوك في الأسبوع الماضي؟ قال والله أبي سرق حذاؤه في الأسبوع الماضي. قال وماذا فعل؟ قال ذهب إلى بيته حافيا. طبعا السارق اشتد عليه ضرر، لو أعلم لكان. ولذلك نقول حتى في الجواب قد يكون جوابا ولكن فيه إفهام. ولذلك الكلام الذي يطرح على الناس بالعربية فيه أسرار بحسب المباني التي بني عليها الكلام من خلال النفوس، لأن الكلام يصدر من النفس، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يعني الكلام لا يكون من الفؤاد وينتهي الأمر، لا، الكلام أصله في الفؤاد، ولو أنك نظرت في الكلام لأخرجت الأسرار التي في النفس إلى الداخل. وفي هذا الكلام للبلاديين كلام طويل لا ينتهي مدد. علم البلاغة تكفل بإخراج هذه الأسرار من خلال نظم الكلام. يعني حين ينظم الكلام يقال تعلق هذه الكلمة بهذه الكلمة يفيد بك. بسم الله، إذا الرجل لم يأت باسم لغير الله، إنما قال بسم الله، بسم الرحمن، بسم الرحيم، ولم يقل باسم الوطن ولا باسم فلان. ولذلك نحن حينما انتصرنا في معركة العاشر من رمضان الذي أراد أن يغني للناس لم يقل يعني باسم الوطن تخطينا هذا المعنى، وإنما قال بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر. لماذا؟ لأنه لما احتمى في مولاه نصره الله، ولما احتمى في الوطن ضاع منه الوطن. وهذا ما رأيناه إذا اعتمدنا واعتصمنا بالله. قال سبحانه وهو أصدق القائلين ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. والله كنت أسمع وأنا في حفرتي الخط الأول في هذه المعركة كنت أسمع القرآن ذات اليمين وذات الشمال، يعني كنت أسمع القرآن من إخواني من العساكر الذين كانوا معنا في الخط الأول. ولذلك نصرنا الله لأننا تعلقنا به. في كل عام حينما يأتي العاشر من رمضان يعني أرى أطياف المعاني التي كانت في نفسي وأنا في المعركة تأتيني من باب الذكرى. أحد الشيوخ كان معي في الخط الأول وكان من تدريب الأزهر سنة 66، وذهب إلى هناك في صفوف المجاهدين على مدى 6 سنوات قبل المعركة، ثم بعد ذلك أخرجوه من الجيش من باب الفسحة الراحة، فاستراحوا 4 أشهر، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، ثم بعد ذلك جيء بهم للعمل وللجهاد. فجاء الشيخ وهو حانق حزين، يعني ظن أنه لما ذهب لن يعود. فلما جاءت العودة بهذا الحال اشتد عليه الأمر،
أظهر على لسانه ما يدل على حزنه وعلى غضبه على حنقه على عدم رضاه. قال له يا أخي، زميله فتح الحجازي موجود، وما سمعنا منه مثل هذا الكلام. قال أين هو؟ من أجل الكليات تخرج كلية اللغة، فجاءني في مكان فأنا لا أعرف، وهو كذلك. فلما علمت به ذهبت ودخلت ورأيته نائما في مكانه، وقد تغطى حتى غطى وجهه أيضا بغطاءه. فلما أحس بقدومي رفع الغطاء وقال: فلان؟ قلت: نعم. فاعتدل وقال: يا مولانا، فعلوا بنا وفعلوا. قلت: بتصبر، الله عز وجل كتب علينا هذا لينظر إلينا، أنرضى أم نصبر؟ وإن الله عز وجل شرفنا لهذا، وقال في الحديث القدسي: من رضي فله الرضا ومن سخطت عليه السخط. فما رأيك؟ أترضى أم تسخط؟ فاستراحت نفسه. وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن فيه علاج للنفوس. ولذلك لما ذكرته بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه فاضت نفسه، قال: والله يا أخي أرحتني. ثم دخلنا المعركة، كان هذا في يوم الأربعاء، مر الخميس، الجمعة، المعركة كانت في يوم السبت. وانطلب كل منا في حال، وكان قريبا مني، إلا أن المعركة غطت علينا بنارها وما فيها وما لها وما عليها. وبعد أن انتهت بعد 17 يوما، وهذه مدة المعركة، وأوقف القتال، رأيته يلوح في الأفق، كان طويلا بسطة في العلم والجسم. فقال: يا فلان؟ قلت: نعم. قال: من رضي فله الرضا. هكذا. ولذلك يعني نقول إن الأساليب دائما تعالج ما في النفوس. في ذمتي لأفعلن، يعني هو يقسم بذمته، وهذا كلام عربي. إذن هنا خبر لمبتدأ إيه؟ محذوف وجوبا، لأن الكلام حلف، وطالما أن الكلام حلف إذن الموجود إما أن يكون مبتدأ لخبر المحذوف، وإما أن يكون خبرا لإيه؟ لمبتدأ المحذوف. تفضل. الموضع الرابع: أن يكون الخبر مصدرا نائبا مناب الفعل، نحو: صبر جميل. التقدير: صبري صبر جميل. فصبري مبتدأ وصبر جميل خبره، ثم حذف المبتدأ الذي هو صبري وجوبا. يا صبر، من الذي قال هذه الكلمة؟ قال هذه الكلمة سيدنا يعقوب. نعم. هذا إجابة ما نشوف يعني. من هذا الذي يضرب علينا الباب؟ السلام عليكم. يا مرحبا يا سيدي. أهلا وسهلا بك عم جمال. أنت بالصحة والسلامة. كنت يعني قريبا من الأزهر، أنا في الأزهر. نعم. أنا قاعد كمان يعني ساعة. الساعة 2 إلى 10 لحد 2:30 إن شاء الله. إن شاء الله. تستطيع أن تأتي إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ. أكرم الله. عليك السلام. هذا من أهل العلم. في هذا الأسلوب
صبر جميل. أسلوب قاله سيدنا يوسف، سيدنا يعقوب والد نبي الله، وكان في حزن، ودائما المحزون لا يتكلم، وإنما تراه ساكنا يفكر ويحاول أن يعالج هذه المعاني التي استولت عليه. ولذلك إذا كلمته رد عليك بإيجاز وحذف ما يكون زائد. ولذلك سيدنا يعقوب قد تصدق عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. علماء النحو قالوا طيب صبر جميل كيف تعرب؟ قالوا تعرب خبر، لأنه حكم على ما في نفسه بأنه صبر جميل، والذي في نفسه صبر. ولذلك يقول في التخريج صبري الذي أنا عليه أحكم عليه بأنه صبر جميل. لماذا؟ لأنه صبر مع الاتصال بالله. يعني الرجل حينما كان هو نبي ورسول، وحينما عرف بأن ولده يوسف عليه السلام يعني أكله الذئب، وأعلمه الله عز وجل بأنهم كاذبون، فعرف أن هذه الحادثة هي بداية قصة، وسيكون لهذه القصة نهاية، لكن ما بين البداية والنهاية فصول، ولا بد أن تكون هذه الفصول فيها أسرار، لأن الأمر يتعلق بأنبياء ومرسلين، يعني ليس الأمر سهلا. إنما سيدنا يعقوب نبي ورسول، سيدنا يوسف نبي ورسول، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، هكذا قال رسول الله. يعني هؤلاء كرام، كل منهم امتحن بامتحان، فامتحان سيدنا يوسف كان امتحانا صعبا على نفسه وعلى أبيه وعلى إخوته الذين تسببوا، ولكنهم حلقات في القصة. فسيدنا يعقوب قال فصبر جميل بعد أن سمع منهم ما سمع من إخوته، رد عليهم بجملة حذف منها المبتدأ وأتى بالخبر، لأن المبتدأ هو ما في نفسه، والخبر هو الذي يحتاج إليه السامع، ولذلك وصل إلى الخبر مباشرة، لأن السامع في حاجة إلى هذا الحكم. أما المبتدأ فهو معلوم من حياة نبي الله يعقوب، وكأنه قال صبري الذي أنا عليه وصبري على الذي كان الحكم فيه أنه صبر جميل، لأنني معتصم بربي عز وجل. بعض العلماء قال ولماذا لا يكون الموجود مبتدأ؟ يعني صبر مبتدأ، وصح الابتداء به. لماذا؟ لأنه موصوف، موصوف بإيه؟ بجميل. ونحن قلنا إن المبتدأ لا يكون نكرة إلا إذا خصصت إما بإضافة أو وصف أو إذا عمّ. فإذا قلت صبر جميل وجعلته مبتدأ، إذا نقول هذا كلام جديد، وكأنه كلام عام ليس مخصوصا بنبي الله يعقوب، وإنما هو كلام عام فيه حكم على الصبر الجميل. صبر جميل حكمه إيه؟ أجمل. ولذلك يقولون صبر موصوف بأنه جميل هذا أجمل شيء في الحياة،
إذن أجمل شيء في الحياة الصبر الجميل. ولذلك يقولون صبر جميل مبتدأ وصفة، والخبر محذوف تقديره إيه؟ صبر جميل أجمل. وعلى كل حال دائما المعاني هي التي تحدد المباني، فإذا قلت هذا إخبار من نبي الله يعقوب إذن عليك أن تقول صبري، والحذف هنا للمبتدأ. واضح؟ إذن الحذف يكون للإيه؟ للمبتدأ. أما إذا أردت قاعدة عامة فعليك أن تقول صبر جميل هذا مبتدأ، والمبتدأ معه صفته، والحكم عليه محذوف وهو الخبر، والتقدير صبر جميل أجمل. والصبر الجميل هو الصبر الذي يكون مع الرضا عن الله فيما صنعه، فهذا الصبر وصف بأنه جميل لأن صاحبه صبر مع الرضا عن من؟ عن الله فيما كان. وهذا هو أجمل الصبر. إذن أجمل الصبر أن يكون صبرا جميلا فيه الرضا عن الله فيما يكون. طيب يا سيدي، هذا ما وصلنا إليه في المواضع الأربعة. إذن الموضع الأول النعت المقطوع، الموضع الثاني هو خبر مخصوص بالمدح، وقلنا إن فيه إعرابات، والموضع الثالث هو الخبر إذا كان صريحا في الإيه؟ في القسم. الموضع الرابع إذا كان مصدرا، لأن صبر مصدر صبر يصبر إيه؟ صبرا، وهذا المصدر نائب عن الإيه؟ عن الفعل لكنه مرفوع. بعد ذلك يأتي موضوع سهل وهو الإخبار بأكثر من خبر. هل يجوز الإخبار بأكثر من خبر؟ نعم، ويعني المبتدأ له خبر واحد، تقول محمد كريم خلاص تنتهي حياته على وصف واحد، محمد كريم عظيم عالم مفسر فيه كذا وفيه كذا، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لمن، كل هذه الأخبار جاءت أخبارا وأوصافا لموصوف واحد وهو إيه؟ هو الله عز وجل. لذلك العرب الذين أرادوا أن يعارضوا النبي صلى الله عليه وسلم معارضة مدفوعة، قالوا محمد يقول بإله واحد ثم يقول يا الله يا رحمن، إذن هو يعدي. فهم يعلمون هذا لكن من باب الجدال، فرد عليهم المولى عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله، إذن هو واحد، له الهاء تعود على من؟ على الله، على واحد، فله الأسماء الحسنى. إذن الأسماء أي الصفات الحسنى التي تعود على موصوفها الواحد وهو الله عز وجل. إذن تتعدد الصفات ويتعدد الخبر، وهذا كله موجود في اللغة. المبتدا واحد والخبر إيه؟ متعدد. تفضل يا سيدي كده. وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعرا. هم سرات. كهم سرات. السراه يعني السراه جمع سري، والسري بالسين والذي عنده ما يحتاج إليه في حياته، أي شيء يحتاج إليه يراه معه، إذن هو السري. أما السري بالثاء فهو الذي عنده مال كثير، إذن من كان عنده مال كثير يقال له إيه؟ سري. لكن من عنده كل ما يحتاج إليه من مال ومن أرض ومن كذا ومن كذا إذن يقول له إيه؟ سري السين. وهذا فرق بين السين والثاء في سري وإيه؟ وسري. نعم، سرات عندهم كل شيء، شعراء أي شعراء. إذن حكم عليهم بأمرين، بأنهم سراء وبأنهم إيه؟ شعراء. نعم.
اختلف النحويون في جواز تعدد خبر المبتدأ الواحد بغير حرف عطف نحو زيد قائم ضاحك، فذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك سواء كان الخبران في معنى خبر واحد نحو هذا حلو حامض أي مز، أم لم يكونا في معنى خبر واحد كالمثال الأول. وذهب بعضهم إلى أن المثال الأول زيد قائم ضاحك. وذهب بعضهم إلى أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان الخبران في معنى خبر واحد، فإن لم يكونا كذلك تعين العطف، فإن جاء من لسان العرب شيء بغير عطف قدر له مبتدأ آخر. يعني العلماء لا يتركون شيئا إلا وينقطون فيه، يعني الأمر سهل، مبتدأ واحد وله الصفات، لأن الخبر كما قلنا في معنى الصفة، يعني الخبر دائما يعطيك وصفا في المعنى، هكذا يقولون، لأن علماء البلاغة يجعلون المسند ما يكون معنى يحتاج إلى غيره، هذا المعنى الذي يحتاج إلى غيره إما أن يكون في الخبر وإما أن يكون في الفعل وإما أن يكون في الصفة، فالكلام في البلاغة أوسع، لكن علماء النحو يقفون عند حدود الشكل وضبط الشكل، فحينما رأوا أن الخبر يتعدد قالوا طيب هل يتعدد على معنى أن الصفات على معنى واحد، هذا حلو حامض، يعني الحلو الحامض الذي يكون فيه مزازة، ولذلك قال الصفتان في معنى صفة واحدة، يعني عندك مثلا تفاح فيه حلاوة وفيه يعني شيء من الحموضة، إذا فيه مزازة يستريح لها البعض ويأنف منها البعض، إذا هناك صفات تكون في معنى صفة واحدة، وأيضا نرى صفات لا تكون في معنى صفة واحدة، محمد قائم ضاحك فالقيام غير الضحك، فهل إذا كان التعدد في معنى صفة واحدة يجوز، والتعدد الذي لا يعطيك صفة واحدة لا يجوز؟ المصنف قال هذا جائز وهذا جائز بدون حرف عطف، بدون إيه؟ حرف عطف. وبعض العلماء وقف وقال لا، إذا كانت الصفات المتعددة في معنى صفة واحدة جاز التعدد بلا حرف عطف، وإلا أوجبنا أن يكون هناك حرف عطف مقدر. حرف عطف إيه؟ يعني مثلا وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، الذي يقدر يقول وهو الغفور هذا هو الخبر، الودود هذا معطوف بحرف عطف محذوف تقديره وهو الغفور والودود وذو العرش والمجيد وفعال لما يريد، لكن يعني من جهة البلاغة لو نطق الحرف هل له حسن؟ يضيع المعنى، ولذلك لم يأتي الحرف لأن وجوده يضيع البعض المقصود، ولذلك حذفه الله عز وجل. وعلى هذا نعود إلى كلام المصنف ونقول هذا من باب تعدد الخبر ولا يحتاج إلى حرف عطف، وخصوصا إذا كان الموصوف واحدا، إذا كان الموصوف إيه؟ واحد. إذن أنت لا تحتاج إلى ربط بحرف العطف، لأن الربط بحرف العطف هذا يكون في الأمور المتغيرة، في الأمور الإيه؟ ولذلك يقولون حرف العطف يقتضي المغايرة، حرف العطف يقتضي إيه؟ المغايرة. أنت حينما تقول جاء زيد وعمر، هل زيد هو عمر أم أن بينهما تغيرا؟ بينهما تغير، وعلى هذا يقولون العطف يقتضي المغايرة، يقتضي إيه؟ المغايرة. لكن نحن هنا والحمد لله عندنا مبتدأ يعود عليه الخبر،
إذن هنا ربط لا يحتاج إلى حرف عطف، لأن جميع الصفات ترتبط بموصوف واحد وهو هذا هو المبتدأ. صفاته الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ولذلك نحن مع المصنف لأن هذا هو الأيسر. طيب هات كده ما عندك. كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فعال لما يريد. وقول الشاعر من يك ذا بت فهذا بتي مقيض مقيض مصيف مشتي شتي نعم من الشتاء نعم شتي بالتشديد تشديد والكسرة شتي شيخنا مقيض يعني القيض الحر مصيف من الصيف نعم من يك ذا بت فهذا بتي. البت معناه القطع، يقال بت يعني ايه قطع. والكساء الغليظ المربع يقال له بت. طيلسان من الخز يقال له بت، وجمع البت بتوت. أن الشاعر يصف هذا الكساء بأنه يصلح لكل أيام العام، يعني ويقول إذا كان لأحد من الناس كساء فأنا عندي هذا الكساء يصلح في جميع الأحوال. في وقت القيظ يكون ستارا من حر الشمس، وفي وقت الصيف أيضا يكون ستارا لي حينما أجلس، وحينما يأتي الشتاء أتلفع به يكون دريئة من البرد. يعني إذن هو كساء واحد يفيه طول العام ولا يحتاج إلى يعني كسائل. رجل يعني زاهد في الدنيا وعرف أنها يعني لا شيء فاكتفى منها بكساء واحد. إذن قوله مقيض هذا بت مقيض مصيف مشتي، إذن هذه أخبار جاءت من وراء بعضها وكل منها يصلح أن يكون خبرا على حدة ولا تحتاج إلى واو العطف، لأن الواو لا قيمة لها ولا بعد، لأن كل هذه الصفات تعود على موصوف واحد وهو البت. نعم سيدي. وقوله ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقضان نائم. ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا. هذا هو الذئب، أن الذئب عرف بأنه حذر، لذلك لا ينام بعينيه إنما ينام بإحدى عينيه. ينام بإحدى مقلتيه ويتقي، في هناك رواية بعينه الأخرى، والرواية التي معنا بأخرى المنايا، وما حفظناه في كتب البلاغة بعينه الأخرى، يعني يتقي بعينه الأخرى ما يكون أذى له. هذا وصف الحيوان المسمى بالذئب، تعرفونه؟ والذين يعيشون في الريف يعرفون الذئب أنه من الفصيلة، يعني هو من فصيلة الكلاب، إلا أنه يعني أشد ولا يستأنس، لا يستطيع الإنسان أن يستأنس ذئبا إنما يستأنس كلبا. والكلاب لها تاريخ،
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان هنا في الأزهر في أيام رمضان، كان يقرأ الدرس من بعد الظهر حتى العصر، يعني يصلي الظهر ثم يجلس على كرسي لا يقوم حتى يؤذن العصر. وفي يوم كنا معه وأنا عاشرته على مدى 10 سنوات استفدت منه كثيرا، إنه كان عالما بحرا. حينما توفي قلت مات آخر الموسوعيين، لأن الذين يعيشون في الكليات متخصصون، وحتى في أدق الفروع، وأما بقية العلم فهم على أمثال طلابهم وقد يكونون أقل. أما من كان على مثال شيخنا الجعفري فكان عالما موسوعيا طوف في جميع مراجع اللغة والحديث والتفسير وفي علم الحيوان وفي علوم النبات ما شاء الله. فجاءنا رجل، المولى عز وجل إذا أراد للعالم أن يفيض من علمه جاءه مولانا عز وجل بواحد ليسأل سؤالا غفلا، يعني يأتي السؤال بدون أداب ويأتي الجواب بدون أداب، وإنما هو فتح من السائل والمسؤول بفضل الله عليه. جاء واحد وقال يا سيدي، قال نعم، كان يعني خلال هذه نجاسة مغلظة، وإذا جاء الكلب على الإنسان ونجسه يظل يغسل في ثوبه 7 مرات إحداهن بالتراب. فلماذا خلقت هذه الكتاب؟ كان يعني من الله عز وجل أن يباعد بيننا وبين هذه الكتاب. فالشيخ قال يعني المولى عز وجل يقول أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا؟ ما خلق الله عز وجل شيئا عبثا أبدا، إنما كل شيء فيه سر. فالرجل فلاح عم قال يعني ما فائدة الكتاب؟ فالشيخ قال الشيخ الدميري له كتاب يسمى حياة الحيوان، حياة الحيوان للدميري. قال وعند الكاف تحدث عن الكلاب وقال في فوائد الكلاب إن فوائد الكلاب 10 عدتها عندنا منحصرة، وهي الوفاء وكذا وكذا. وأخذ الشيخ يعدد وقرأ المتن أول متن في الكلاب ثم بدأ في الشرح، وأخذ ساعة وربع الساعة يشرح في فوائد الكتاب ويأتي بالقصص ويأتي بالأحكام الشرعية والأحكام الفقهية، حتى يعني صار الدرس كله في الكتاب. ثم إن الشيخ بعد أن انتهى قال هذا ما قاله العلماء في فوائد الكلاب، وبعدين بص كده قال الفين بتاع الكلاب، قال الشيخ هذا هو، قال أضاف كلام في الكلاب؟ قال له نعم، قال له يعني عرفت أن الكلاب لها أليها، الكلاب لها والحمد لله فوائد ولها أسرار وفيها فالحمد لله رب العالمين، لكن كنا جهالا فأردنا أن نتعلم. ثم قال نعود إلى ما نحن فيه من آيات الله. فالذئب من فصائل الكلاب إلا أنه لا يستأذن، وبجانب هذا هو شرير، يعني الكلب دائما ترى فيه محبة ولا توجد عنده خيانة. قال شيخنا القط، شيخنا الجعفري قال القط ربما يخون ويسرق والكلب لا، أما الذئب فإنه حجر
ويريد أن يخونك، ولكن يفعل ما يفعل ولن تستطيع أن تفعل معه شيئا، وذلك من حذره. ولذلك قال الشاعر: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بعينه الأخرى، فهو إيه؟ يقظان بواحدة، نائم بإيه؟ بواحدة. هذه يعني من سمات الحذر، أنه حتى لو نام يأتي بواحدة يقول له ها، انتبه تماما حتى لا يأتي فلان، يعني احذر. ولا ينجي حذر منك، يعني إذا أراد الله عز وجل شيئا فإنما يقول للشيء كن فيكون. فعندك في هذا البيت فهو هذا مبتدا، يقظان خبره الأول، نائم خبره الايه الثاني، ولا يوجد بينهما حرف عطف لأن حرف العطف لا قيمة له. ولكن نقول يقظان نائم في معنى خبر واحد، وهو ايه؟ فهو حذر، لأن الحذر لا ينام على الدوام ولا يتيقظ على الدوام، إنما هو بين النوم والإيه؟ واليقظة، وهذا هو الإيه؟ الحذر. نعم يا سيدي. وزعم بعضهم أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان من جنس واحد، كأن يكون الخبران مثلا مفردين نحو زيد قائم ضاحك، أو جملتين نحو زيد قام ضحكا. فأما إذا كان أحدهما مفردا والآخر جملة فلا يجوز ذلك، فلا تقول زيد قائم ضحك هكذا زعم هذا القائل. يعني برضو نفس الكلام، بعضهم تشدد وقال لا بد أن يكون على سمت واحد، يعني من باب الأسماء من باب الأفعال يكونان من باب واحد من جنس واحد، فإذا جئت بالأول اسما يأتي الثاني اسما، جئت بالأول جملة فعلية إذن يأتي الثاني جملة فعلية. فلو خلطت بين الأسماء والأفعال قال لا يجوز زيد قائم ضحك، قال هذا لا يجوز، هذا ما زعم. ولذلك الشيخ رد عليه بقوله إيه؟ هذا ما زعم. والشيء المزعوم شيء لا يكون، إنما هو ظن، هذا زعم. نعم يا سيدي. ويقع في كلام المعربين للقرآن الكريم وغيره تجويز ذلك كثيرا، ومنه قوله تعالى فإذا هي حية تسعى، جوزوا كون تسعى خبرا ثانيا ولا يتعين ذلك لجواز كونه حالا. صحيح، هي في الحقيقة الحالية فيها ظاهرة، فإذا هي أي العصر خبرها إيه؟ حية، وهذا على التشبيه، يعني هذا لا يكون خبرا على ما هو عليه، لأن الخبر يكون مشتقا، فإذا كان جامدا يكون مؤولا، وهنا يؤول بإيه؟ بالتشبيه. فإذا هي كالحية، ولذلك البلاغة تحلل كل هذا، فإذا هي كالحية، لأن الله عز وجل أخبر عنهم بأنه يخيل إلى المشاهد أنها حية وليست حية على الإيه؟ على الحقيقة. ولذلك قال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه، إذن هذا تخيل وليس من باب الحقيقة. فحينما يقول فإذا هي حية هذا على التشبيه، يعني فإذا هي كالحية. شيخنا هنا العصر عصر موسى، نعم خموس فإذا نعم فإذا هي حية إذا كانت منهم يعني كالحي، وإذا كانت منهم فهي كالحية شكلا وحقيقة، يعني هي كالحية ولكن شكل ليست خيال ليست تخيلا، يعني يخيل إليه من سحرهم هذا منهم، لكن حينما ألقى هو عصاه فإذا هي أي انقلبت العصا حية، يعني صارت الحية حقا وتقديرا، تسعى يعني حالة كونها إيه؟ وهذا من الأمور التي يتوقف عندها العالم.
العصا تكون حية؟ هذا لا يكون بالعقل، وإنما هذا بقدرة المولى وحده. أما العقل فلا يجوز إلا من آمن بالله ورسوله، فقد علم بإيمانه أن الله تبارك وتعالى يغير الأمور كما يشاء، لأنه على كل شيء قدير. لذلك فرعون لما رأى أن عصا موسى انقلبت حية أمامه في أول الأمر خاف، ومن شدة خوفه أنه لم يستطع أن يمسك ماءه فبال على نفسه، ويقول أنا يعني أنا إله، إله يخاف من شيء يكون أمامه. ولذلك جمع السحرة، ولما كتبت في هذا في إذاعة القرآن الكريم حينما تحدثت في سورة الشعراء، وطبعا سورة الشعراء مليئة بالاستفهامات، وجدت فيها أكثر من 30 استفهاما، والحمد لله جعلت فيها 30 حلقة في إذاعة القرآن في الاستفهامات التي وردت في سورة الشعراء. وقلت فيما قلت، وهذا مذاع، قلت إن سيدنا موسى عليه السلام لما جاء بالعصا وألقاها صارت حية، عرف فرعون أن موسى جاء بشيء يعلم في ذهنه أنه من السحر، لكنه أخذ يفكر، نحن الذين عيشناه في قصرنا وكان يطعم من طعامنا، ولم يكن أحد يستطيع أن يدخل عليه إلا من كان بإذننا، فلم يأتي إليه ساحر. إذن من الذي علمه هذا؟ هذا سحر أم شيء آخر؟ ولذلك ارتاع، يعني هو لو كان علمه السحر لما خاف منه، لكن خاف من سيدنا موسى. لماذا؟ لأنه رباه ولم يعلمه السحر، ومع هذا جاء بشيء في رأسه أنه سحر، ولذلك جمع السحر. وجاء السحرة وألقوا بعصيه، فصار يخيل إليه من سحرهم أنها تسحر، فأوجس في نفسه فدا موسى، قلنا إيه؟ لا تقف إنك أنت الأعلى، لأن عصاك ستنقلب حية حقيقية، وتراها بعد أن كانت عصا تراها كالحية الحقيقية تماما، ثم إنها تزيد على ذلك لأنها تسحر، ثم تلتقم كل هذه الحصية التي من أمامها، حتى إنك ترى أنها أكلت كل ما في الساحل، وهذا لا يكون من شيء مخيل، إنما هو شيء إيه؟ تقل. لذلك كان من فرعون أنه حينما جاءه السحرة قالوا له يعني أئن لنا لأجرا كنا نحن الغالبين، قال نعم، وقالها وهو يعني مضطرب، لأنه سيعطيهم الأجر ويكونون من حوله، وإنكم إذا لمن المقربين، وأنا سأكون دائما معكم وأنتم معي، ستكونون من المقربين إلي. لكن خاب سعيه وانقطع أمله، لأنه وجد موسى عليه السلام ألقى بعصاه فصارت حية تسعى وأكلت كل ما أمامها، ثم بعد ذلك جاءت الطامة الكبرى عليه حتى وجد السحرة ساجدين. آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ يعني هم يحتاجون إلى إذن منه؟ قال لا لا، لست بشيء، أنا سأفعل فيكم لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، ألا تعلمون أينا أشد وأبقى؟ قالوا لا ضر، كأنهم يقولون لا نهتم ولا نأبه، وأنت لا شيء. ودامت بعد ذلك المعركة لتدلل كل هذه الأمور على أن الله تبارك وتعالى هو المهيمن،
وهو مع المرسلين بقدرته وبالإشارات التي أرسلها معهم لتكون علامة على أن هذا رسول من عند الله، وأن الملكوت له ملك واحد وهو الله عز وجل. ولذلك كان ما كان من قصة سيدنا موسى التي تعتبر أطول ما قص الله عز وجل في القرآن. لماذا؟ لأنه سيكون لبني إسرائيل دوام مع الإنسانية إلى يوم، ونحن نراهم ونرى منهم ما كان، وتاريخهم هذا يدل على ما هم عليه الآن. لذلك في أمريكا المرأة التي كانت وزيرة الخارجية في محادثة، يعني أنتم لماذا تفعلون العرب كذا وكذا؟ قالت اقرأوا التاريخ، تاريخنا في يثرب مع محمد. طبعا هي تقول هذا وتريد يعني أن تنفس عمدا في نفسه، يعني نحن أذلاء لكم على مدى الحياة، ونحن الآن حينما نرى أنفسنا قد صرنا أعلى شيئا منكم نأخذ نفسا لنا في هذه الأيام، لكن الأيام دول، وإن شاء الله سيأتي له بالنصر والفرج عما قريب. أسأل الله ذلك، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا صادقا وبدنا على البلاء صابرا وفي الطاعة سائرا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم فهمنا أسرارك، ألبسنا ملابس أنوارك، خذ بأيدينا إليك في جميع الأحوال، صحح اللهم لنا الأقوال، وبين لنا كل شيء بيانا شافيا كما تحب وترضى يا ذا الجلال، إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. نعم. هنا تعليق نعم. يقول فيه: إذا لم نجعل جملة تسع خبرا ثانيا كما يقول المعربون فهي في محل رفع صفة لحية، نعم، وليست في محل نصب حالا من حية كما زعم الشارع. نعم. هنا يتعقب الشارع. لا، هو طب قول وذلك لأن إيه؟ وذلك لأن حية نكرة لا مصوغ لمجيء الحال منها، وصاحب الحال لا يكون إلا معرفة أو نكرة معها مصوغ. اللهم إلا أن تتمحل للشارع فتزعم أن الجملة حال من الضمير الواقع مبتدع على رأي سيبويه الذي يجيز مجيء الحال من المبتدع. تعقيب على هذا. شوف، يعني أنا أرى شيئا لو جعلناها حالا بهذه الحية نقول إن الحية لها صفة محذوفة تقديرها، فإذا هي حية عظيمة تسعى. لو أننا جعلنا للحية صفة وهي أنها حية عظيمة ليست حية من الحيات العادية، إذا صح لنا أن نقول أن تسعى إيه حال. وعلى كل حال الحال نعت، إلا أنه يقال للنكر، والنعت أيضا حالة من أحوال الإنسان إلا أنها حالة مستقيمة. صلى الله على سيدنا محمد. الله